يا ما كان عليهم في الديبار غيعلموهم بانه فهمتي يا غاي ما يكونش جمهور باش شي واحد ما يخسر فلوسه على الخاوي وهذا الشيء كامل. راك بحال هكا كتضيع في تشيكي وكتضيع, خصو يعلموا بلادهم قبل باش يدير حتى هو الحاضر ديالو باش ما ياخذش تشيكي ويضيع فيهم على الخاوي. وحنا تمنى غير نمشيو لتيران ودابا درنا هاد اللعيبه ديال الوارون ما قضيه ما حتى حاجه اخويا العزيز. ونتمناهم كاع يدير لنا شي حل يديروا ما وقطعش اخويا انا قطعش. ودابا حنا دابا ضعنا في تشيكي شدرنا لا شدينا قطعنا لحنا صافي. كتلقاهم دابا في ماركيش بيس تلقاهم باغيين يعيشوا اميشين درهم باغيين بهم على الخاوي. دابا مي انت اخويا شوف دابا شنو كاين. المهزله اللي هي دارت واحد الضجه كبير في يعني في على الصعيد الوطني هو القضيه ديال التذاكر اللي قطعوها الجمهور ديال الوداد والجمهور ديال الرجاء على اساس انهم غيتابعوا المقابله ديال الفريقين غدا ان شاء الله, ولكن كنتفاجئوا بقرار غير مسؤول وقرار ربما غيدير فتنه وربما اللي هما كيقول لك هما حنا كنحاربوا الفتن وكنحاربوا هذه هما غيديروا هذه الفتنه هذه وغيديروا هذا المشكل هذا. وكتعرفوا وكيعرفوا العواقب ديال انه الجمهور انه يعني ملي غيرفضوه باش يدخل يتفرج في الماتش سواء الرجاء ولا الوداديين كيفاش غتكون يعني رده الفعل ديال الجمهور. راه شويه يعني المسؤولين ما كياخذوش قرارات حاسمه وعندهم دوك القرارات عشوائيه, وخاص المسؤول يكون على قد المسؤوليه ديالو. وبالنسبه للتذاكر يعني الحاجه الحل الوحيد اللي حنا غادي نقولوا بان ربما غتكون شي يعني اعمال شغب نظرا لهذا القرار هذا, ولكن من الاحسن ترد المبالغ للجماهير باش على الاقل بعدا نخرجوا باقل الخسائر. لان الفوضى كتجي مناش كتجي من العبثيه, يعني المسؤولين اللي كيديروا قرارات بحال هذه في واحد الفتره ولا هي وجيزه ومباغته يعني راه كتكون عندها واحد الانعكاسات خايبه على على الجماهير, وخصوصا كاينين الجماهير اللي كيكونوا يعني متقبلين يعني القرار ولكن خاصهم ترجع لهم المبالغ ديالهم ديال التذاكر. غير هو كاينين المشاغبين والمتعصمين ديال الفروق اللي هما كيتواجدوا في جميع المدن, هادو ربما يديروا شي مسائل التي لا تحمد عقباها كمثال التكسير ولا اي حاجه. قطعنا مارشي نهار باش ناخذ التيكي باش نمشيو لدونو حيت غادي للديربي, في الاخر سمعنا واحد الخبر اليوم تفاجئنا فيه, اليوم غادي نلعبوا في حي محمدي في شي ماتش تما, ودابا حنا مقطعين وتقسحنا ديك 1000 ريال مقطعه انا ماشي ديالي, هذا الوالد عطى لي قال لي سير شجع فرقتك وعطى لواحد يقطع ليا. في الاخر صدمني بهذ الخبرات, انا في الاول متيقش صاحبي بغى يكذب عليا ولكن ملي شفت الخبر تلاح صافي بقى عندي من نقول. ما كنتش عارف انا راه سيت الاخر راه خدام فهمت, انا ما عارفش قلت الدري يقطع عليا. الناس سقطعوا التذاكر مقابل الديربي في اخر لحظه تيقولوا لهم الديربي بلا جمهور, على الاقل كانوا يعلموا الجمهور فريق الوداد وجمهور فريق الرجاء يعلموهم قبل ما يخرجوا التذاكر يقولوا لهم ما كاينش التذاكر. هذا القانون ما ماشي مزيان للكره, فريق الوداد البيضاوي يلعب بلا جمهور. كانوا على الاقل يمنعوا الجمهور كانوا يبعدوا الديربي على مدينه الضرب, لكن ملعب مراكش ملعب اكادير كانوا يحتضن هذه المقابله هذه وبحضور الجمهور. اللي قطع التذاكر يرجعوا لي فلوسه, وكنتمنى فوز فريق الوداد البيضاوي وكنتمنى يكون تحكيم في المستوى ما يجيبوش لينا عاوتاني رضوان جيد. راه هادشي اللي وقع لي الديربي اخويا كنا قطعنا اوراق وشي قالوا لنا شويه غيدار شويه قال لك شويه ما بقاش غيدار الديربي ما فهمنا والو. دابا حنا مقطعين ودابا الوراق دابا تقطعنا وطايفنا معاه باش خرجنا الورقه, وفي الاخر قال لك ما بقاش الديربي غيتلعب بلا جمهور. دابا بغينا نعرفوا هذاك الوراق دابا حنا اش غنديروا بهم, كاين شي تعويض ولا كاين شي حاجه ما بقينا عارفين والو اش غنديروا اخو. منين قطعت؟ خويا من قطعش انا في سيدي مومو ما قطعش من الناس سميتو عربي الزاو. قطعش من عربي الزاوي من 10 الصباح حتى 4 العشيه وحنا مطايفين باش تخرجوا لك الورقه, في الاخر قال لك الديربي في اللي قال لك الديربي ما بقاش غيتلعب.